نعم. فضيلة الشيخ، امرأة توفي عنها زوجها وأدركها حج الفريضة وهي في الحداد، وهي مستطيعة وقادرة وعندها محرم، هل تحج أو لا؟ لا تحج، تبقى في بيتها، يعني إذا مات عنها زوجها وجاء وقت الحج وهي في العدة في الإحداد فإنها تبقى، وفي هذه الحال لا يجب عليها الحج، لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه المرأة لا تستطيع، لا تستطيع شرعا. ولو كان معها محرم يا شيخ؟ اي نعم، تؤجل الى السنة الثانية ان شاء الله او الثالثة. نعم.